السلام عليكم الإخوة الأخوات الأحرار، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. كلكم شفتوا الخوت منين أعلنت على الخبر ديال أنني غادي ندير عيد الميلاد للسويرح بمناسبة مرور سنة كاملة على المحادثات ديالو مع محمد حاجب، المحادثات اللي سمعتوها كاملين وسمعتوه كيفاش كان كيهضر على اللي كيسميهم اليوم برموز الدولة وبالتوابيت ديال المملكة الشريفة العريقة المغربية. إذن هنا هاد المنافق، هاد الكذاب، هاد الخائن، هاد ذو الوجهين، هاد السوير، هذا منين خرجت هاد الخبر ديال أنني بغيت ندير له عيد الميلاد ديالو، تما كينات كلكم شفتوا الطريقة الهستيرية اللي خرج بها، شفتوا كيفاش خرج يتوسل وكيترعد ومخلوع وخايف، وحنا يصحاب لنا السيد بقى فيه واحد الذره ديال الرجوله، بقى فيه واحد الذره ديال الذكوره. ساعة السيد والو، السيد طلع من اكبر الواسعات، هو حاضر الناس واسعه 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 وهو من اكبر الواسعات. واش هاد الحاله هادي؟ والسويرح ادفتر الوسخ، انت اليوم بينتي وبرهنتي للشعب المغربي، امام الشعب المغربي، امام المخابرات، امام رجال الدوله اللي كتسميهم رجال الدوله، امام الحموشي، وامام الملك محمد السادس، وامام الدوله كامله، والدوله كامله بالشعب ديالها بكل شيء ليها، بينتي انك اكبر واسعه، اكبر واسعه. حنا الناس كتولد الاولاد وكتحمي ولادها، وانت كتولد الاولاد وكتخبى من موراهم، جاي طالع تتوسلني تتقول لي راه الا خرجتي لي دوك التسجيلات ودوك المحادثات راه غادي تخلق لي مشكل مع الدوله، مشكل مع النظام، وراه غتعرض حياتي للخطر. وهي يا الخبيث يا دفتر الوساخ يا السويرح، منين عارف الحياه ديالك غتعرض للخطر، علاش خرج كتقول ديك الهضره؟ علاش كنتي كتقول لنا ديك الهضره؟ علاش كنتي كتقول ديك الهضره؟ انت عارف راسك شنو داير، عارف راسك شنو قايل يا مسخوط الوالدين، عارف راسك شنو قايل يا اكبر واسعه، عارف راسك شنو قايل. ولكن هادي انا كنت كنتظرها تخرج تقول لي وتبكي وتشكي ان حياتك معرضه للخطر وانك غادي يوقع لك مشكل مع النظام، وانا ما عنديش المشكل يوقع لك مشكل مع النظام ولا هذا، وانت تحمل المسؤوليه ديالك، ترجل تحمل المسؤوليه ديالك واسيمي داكشي اللي قلتي، خاصك تكون عاد بداكشي اللي قلتي، خاصك تكون موعد داكشي اللي قلتي، خاصك تحمل المسؤوليه ديالو. اما انا اما غنعقلش عليك. اذا انا هذا الشيء هذا كنت كنتوقعو تخرج تبكي وتشكي، وما نعقلش عليك انا في هذا الشيء هذا. واش بعدا نقول لك هنايا انت اللي خارج وا 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 ربحت زكريا المؤمني، زكريا المؤمني ربحتو، القضاء الكندي، وانا كنوقف اعداء الوطن امام المحاكم. تا مع من كتهضر؟ تا على من كتكذب؟ على من كتكذب؟ على النظام، على الملكيين، على اللي كتسميهم العياشه، على من كتكذب؟ على من هذيك بعدا اللي كتهضر 30000 دولار زكريا المؤمني غيخلص 30000 دولار، حكمت عليه المحكمه ب 30000 دولار. اش بعدا نتفاهموا؟ واش انت سميتك رشيد نجاحي؟ واش انت سميتك رشيد نجاحي؟ واجي بعدا هنا نشرح لك ونشرح للشعب المغربي، هذا رشيد نجاحي اللي تيقول لكم زكريا المؤمني حكمت عليه المحكمه ب 30000 دولار غادي يخلصها ليا، وهادي فهذاك الحكم تنسمعوها مزيان، هذاك الحكم وهذاك شي تخربيقه، هذيك تخربيقه هذيك. دابا هنا باش نوصلكم الخوت، باش نقربكم من الصوره، واش كاين شي واحد كيتحكم وهو ما معلومش؟ انا ما فراسي والو، انا ما فراسي والو، ما فراسي لا حكم خرج ولا عريطوا لي المحكمه ولا استدعاوني نجي ولا تصنطوا لي ولا خداو الاقوال ديالي. واش غير هكا كنجيو نحكموا على بنادم ولا؟ واجي بعدا انا كنعرف القاضي هو اللي كيحكم، ماشي لا غريفيير هي اللي كتحكم، وهذه راه لا غريفيير، لا غريفيير هي اللي حكمت عليا. واش دابا لا غريفيير غتحكم على زكريا المؤمني بلا ما تشوفو بلا ما تسمع ليه؟ وكيفاش هذا الشيء هذا؟ باش نقربكم مزيان من الصوره الخوت باش تفهموا. دابا بحال
نقولوا لعاب الرجاء والوداد. الرجاء والوداد الفرق المغربيه لاعبين ماتش، وجات الوداد ودخلت للتيران وبدات لعبه بوحدها وكتماركي البيت الاول البيت الثاني البيت الثالث، هي هاد القضيه ديال 30000 دولار وتسالي الماتش ولا غدلين تيخرجوا داكشي في الصحافه. ماشي لا غدلين سمحوا لي، هذه دايره مهمه، راه كدوز الشهر شهر ويومين الحكم. هاد الحكم الخوت راه خرج نهار 27 في شهر 7، وهما امتى خرجوه؟ نهار 29 في شهر 8، الشهر ويومين وهما ساكتين على هاد الشيء. وغير هاد الشيء تفهموا منه بزاف د الحوايج. علاش كنتو ساكتين ومخبين هاد الشيء هذا؟ علاش كنتو مخبين هاد الشيء هذا باش مزكري ما يعرفش ما يسقش الخبر؟ ومنين خرجنا لهم الخبر ديال اننا غادي نفضحوا السويرح امام الشعب المغربي، بالزربه بالزربه المقالات وبح من هنا بالعربيه بالفرنسيه، قال لك بالانجليزيه، تيقول لك حتى بالطاليانيه، وبهذا الشيء كامل بزاف ديال المقالات وبزاف هذا الشيء. ولكن انا اللي بغيت نفهم الصحافه الكنديه الكنديه، الصحافه الفرنسيه الفرنسيه، ماشي الفرنسيه ديال داكشي ديال موند افريك وداكشي ديال جون افريك، لا لا، لو موند لو فيغارو، هنا الصحافه الكنديه، علاش ما خرجش هذا الشيء هذا؟ علاش هذا الخبر ما خرجش؟ علاش هذا الخبر ما خرجش؟ باش ديك الساعه نجاوبوهم حنايا ونشرحوا لهم هاد التخربيقه هادي اللي طرات، حيت هادي كنعاود نقولها لكم، هادي تخربيقه، حكم غيابي بالزربه، ما نشوفوا هاد السيد ما يجي ما حتى شي حاجه غير هكاك. اذا هنا الخوت باش نكملوا لكم الوضوح ديال الصوره، دونك كما قلنا لكم الوداد مع الرجاء، الوداد توصلات بلانفيتاسيون، الرجاء ما توصلات بوالو، الوداد مشات لعبات الماتش ولعبه بوحدها في التيران وقالت لك ربحات مثلا 3-0، وشهر ويومين وهي تخرج في الصحافه ان الوداد ربحات الرجاء، ويا الرجاء ديك الساعه وهي تشوف الخبر، وتشافت الخبر تشوف الناس فرحانين كتقول لك ربحوا ما ربحوا 3-0، وقالت لهم كيفاش هذا الربح هذا وانا ما لعبت والو، ما جيت للتيران ما كاينه حتى شي حاجه. وديك الساعه كتراسل هي الجامعه، تنوض كتخرج وكتفضح هاد الكارثه هادي وكتقول لهم او وكيفاش هاد الشيء هذا، واللاعبين ها هما موجودين، احنا موجودين وماشي احنا ما جايينش، ما كاينينش في التيران، انتم كتقولوا ربحتوا وخرجتوا هاد الشيء هذا شهر من بعد. واش فهمتوا الخوت؟ وانا غنزيد نبسطها لكم باش دابا يفهموها مزيان. غندخلوا للرينغ بحال دابا جابوا داك مصطفى الخصم ديالهم ودخلوه للرينغ وما عيطوش لزكريا المؤمني، وبدا مسكين كيلعبها بوحدو كيضرب في دوك القناه ديال الحلبه، وقال لهم انا ربحت زكريا المؤمني، وخرج الخبر مصطفى الخصم العبد المطيع ها هو ربح زكريا المؤمني. وشويه كيجي لهم زكريا المؤمني يقول لهم اه وكيفاش هذا الشيء ديال الربح؟ ها هو زكريا المؤمني، اجي نعاودوا ديك الكومبا، اجي ندخلوا للرينغ. منين كيجي كيفضح داك الشيء شنو كيدار؟ كيتانيولا داك الربح، يعني كيتانيولا داك الحكم، وكنجيو ندخلوا للرينغ ونشوفوا شكون اللي غادي، اشكون اللي غادي يربح الاخر. ما تبقاوش تزربوا بزاف وتبقاو تخربقوا وتكذبوا على الشعب المغربي، وما تبقاوش تكذبوا علينا، راه حنا احياء وحنا كاينين، وهاد الخواض ديالكم، هاد الخواض ديالكم ها هو غادي يبان، ها هو غادي يبان وغادي يبان للعالم. اذا هاد الموضوع هذا المحامين غادي يتكلفوا به، ومن هنا القريب غادي نجيبوا لكم الاخبار، الاخبار الحقيقيه، خاص تكون المواجهه. اذا فهمتوا الخوت؟ اذا هنا الصوره واضحه. دابا اجي ونرجعوا لهذا السوير هذا، اجي ونرجعوا لهذا الدفتر الوسخ، اجي لهنا انت، اش ربحتي انت بعدا؟ انت من هنا بعدا ما محلك من الاعراب، انت ما محلك من الاعراب، هاك تغوت وا 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 درنا فعلنا درنا، اش درتي؟ اش درتي؟ وانت يلا درتي درتي المصائب، درتي المصائب، قلتي الغرائب والعجائب، وخارج كتبكي وتشكي بحال شي واسعه كبيره، بحال شي واسعه كبيره، خرجتي كتبكي وتشكي، وهذا الشيء شافوه المغاربه كاملين. اذا انا كنتحداك، ياك تعزيز عليك التحدي، كتحدى الناس قولوا لي هادي، تحدى هذا، تحدى هادي، انا كنتحداك امام الشعب المغربي. ونعرفك راجل، ماشي راجل، راه عارفين دابا والشعب المغربي كله عارف. وترجل شي شويه، ترجل شي شويه، دره 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 ديال الرجوله، وقول لي وا زكريا المؤمني
خرج الى عندك ما تخرج، اطلع على الشعب المغربي اقول لي ما كاين لا ولادي ولا هم يحزنون. انا قلت لك انت ما نعقلش عليك، ما نعقلش عليك، ولكن منين خرجتي تتوسل وتتقول حياه ولادي ولادي في خطر، انا عندي الانسانيه عليك يا الخبيت، انا عندي واحد الحس انساني، انا مادام جبتي لي الوليدات، انا مادام خرجتي كتخبى كتخبى بحال شي واسعه من مور وليداتك، وهادي هذا ما عندكش كرامه انت. تنعاود نقولها لك، الناس راه كتولد الاولاد وكتحمي ولادها وبناتها، وانت كتولد الاولاد والبنات وتخبى من موراهم، تبدا تقول ما تخرجش لي التسجيلات، ما تخرجش لي المحادثات، لان راه الحياه ديال ولادي غادي تولي في خطر. ايوا شتي، وهنا كتقول القضاء غادي نجي عندك القضاء، وهادي السي فلان الوسيعه السويرح الدفتر الوسخ، وانا ملي خديت القرار غنخرج التسجيلات واش انا غنعقل عليك؟ وخاصك هنا تعرف وبالقانون، بالقانون خاصك تمشي تقرا القانون الكندي، راه ذكرك محمد حاجب فاش تعامل معاك تعامل معاك بالقانون الالماني، قال لك اودي اعطيني اعطيني الموافقه ونخرج لك. انا ما جيتش قلت لك اعطيني الموافقه، انا كنت غنخرج نسطحك اليوم، انا كنت غنخرج نعرك امام الشعب المغربي باش يعرفوا الحقيقه ديالك، لانك انت اكبر خبيت، انت اكبر خبيت، انت ذو الوجهين ماشي الوجهين، وذو المئات ديال الوجوه عندك يا المنافق، فهمتيني؟ خاصك تمشي تبحث وتسول مزيان اشنو تيقول القانون الكندي اللي كتقول هذيك محادثه خاصه. لا 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 وليدي لا، راك ما قاريش القانون الكندي وما فاهمش القانون الكندي، و شوف شي محامي وسول وبحث شنو تيقول القانون الكندي في هذاك الشيء. هذيك ما كتسماش محادثه خاصه، مادام انا طرف في المكالمه ما كايناش يا وليدي مكالمه خاصه، هذا القانون الكندي. واش فهمتي؟ انا اليوم يكفيني انك كتخرج تزاوج وتخبى من مور وليداتك، وكنعاود نقولها لك، انا امام الشعب المغربي ها هما، انا ما غنخرجش التسجيلات اليوم، ما غنخرجهمش. علاش؟ لانك خرجتك شطحتك يا صاحبي، اشطحتك الشيخه، اشطحتك يا صاحبي، اشطحتك احسن من الشيخه تراكس، والله ما كان كيصحابني عندك قاعد الموهبه هذه، ويلينا تلواز وإنا تحراك وإنا بوط وإنا هذاك الشيء اللي عندك اللور وداك الشيء وبزاف يا صاحبي، وكتشطح احسن من الشيخه تراكس، نطي كدردق، وانت عارف هذه المقوله وهذا المثل المغربي، تيقول لك راه نشدك نشطحك. واش تي حنا ما كنخسروش الهضره، واش نقول لك نشدك ندير لك هذيك وداك الشيء وداك تخسر الهضره، لان تخسر الهضره راه ساهل، انت فمك طواليط اصاحبي، انت دفتر الوساخ، علينا يخفى عليا نسبك ونهينك ونعايرك ونخسر الهضره، وهذا راه اي واحد كيعرف ليها، ولكن راه الصعيب هو تمتلك الاعصاب ديالك وتعرف تعرف توصل المعلومه بلا سبان بلا حتى شي حاجه، كما انا كندير لك اليوم، انا كنخرج نشطحك. واش عرفتي هذا المثل معروف عند المغاربه، كيقول لك غنشدك غنشطحك، وانا شطحتك امام المغاربه، امام الشعب المغربي كامل كيشوفك كتشطح، والدوله والمخابرات والاجهزه وكل شيء، شطحتك قدامهم. هذيك الطريقه اللي انت الهستيريه كتشطح بها وكتلوز بها وكتشطح بها احسن من الشيخه تراكس، فهذيك هذيك وليدي كتبرد كتبرد على الحاله النفسيه اللي وصلتي ليها ملي سمعتي التسجيلات غادي يخرجوا، وانت كتقول مع راساتك اوي 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 اوي، ترى الا خرج هذا الشيء راه مصيبه، مصيبه مع النظام، مصيبه مع الملكيين، مصيبه مع اللي كتسميهم العياشه، شتي؟ اذا انا كنعاود نقول لك، انا يكفيني شطحتك، اشطحتك، وهنا هنا راه نقدر نفاجئك من هنا للاخر ديال الفيديو، نقدر نفاجئك بالزربه، بالزربه نقدر نفاجئك، واش فهمتي؟ التحدي ها هو امام الشعب المغربي، اخرج اخرج قول لي ما كاين لا ولادي لا والو اخي زكريا، عندك شي حاجه اخرج، عندك شي حاجه اطلق، غادي نشوفك واش غادي تقبل التحدي وغتقول لي اطلق ما كاين لا ولادي لا والو خرج، الا ما درتيهاش انا نعطيك شي حاجه احسن، انا غنعطيها للصحافه الدوليه، سمع سمع اش كنقول لك مزيان، سمع، غنعطيها للصحافه الدوليه هي تخرجها، الصحافة الدولية هي تخرج داك الشيء، لأن داك الشيء خطير، وداك الشيء خطير الخوت، واش أنت كتعلق ديك الصورة من موراك ديال داك السيد
اللي هو سميتو محمد السادس، وانت كتقول فيه الغرائب والعجائب. دابا انا غير بيناتنا قدام الشعب المغربي، ديك الهضره اللي كتقول لي على داك السيد اللي تدير التصويره ديالو من موراك، واش حقيقه ولا ماشي حقيقه؟ عرفتي يا خوت علاش الهضره ديالاش؟ عقلتو على داك السكيرش البصير السكيرش؟ عقلتو على ديك الهضره اللي كان كيقول في الملك محمد السادس؟ ايوا جاوبنا، اجاوبنا السويرح، هذاك الشيء دابا واش حقيقي ولا ماشي حقيقي؟ وعقلتي انت جبتي لنا عاوتاني، جبتي لنا نورزينو، نورزينو دوزتي عندك في القناه ديالك، في قناه العهر ديالك. ايوا وهذاك الشيء اللي كيقول نورزينو، داك الشيء بحال ديال السكيرج، بحال ديال الباشا السكيرج، داك الشيء اللي كتقول انت، واش داك الشيء حقيقي ولا ماشي حقيقي؟ ايوا اجاوب المجتهد، اجاوب يا السويرح، واش انت كتعلق الصوره ديال السيد من موراك؟ هذاك السيد اللي سميتو الملك، اللي كتقول عليه الملك محمد السادس، اللي كتقول عليه سيدك، اللي كتقول عليه كتبايعو. وقول لنا واش داك الشيء صحيح ولا ماشي صحيح اللي كتقول لنا؟ داك الشيء ديال الباشير سكيرج ونورزينو، واش صحيح ولا ماشي صحيح؟ ايوا شتي، ايوا شتي. وعاد وليدي شوف شوف شوف، هادي غنوعدك بها، هادي واحد الحاجه مهمه 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 بزاف. كنقسم لك بالله، وما تشجعتي وما ترجلتي وما قلتي لي كنقبل التحدي ديالك، كاين لا ولادي لا هم يحزنون، خرج للشعب المغربي يسمع، خرج للدولة تسمع، خرج للحموشي يسمع، خرج للماجدي يسمع، خرج للملك محمد السادس اللي كتقول كتبايعو وحط الصورة ديالو من موراك، خرج داك الشيء يسمع. والله ما ترجلتي، انا عارفك من اكبر الواسعات، والله حتى هذا الشيء غادي يخرج في الصحافة الدولية، الصحافة الدولية، لأن هادشي راه كيقاس المملكة الشريفة، المملكة الشريفة. إذا هنا الخوت كنعتذر لجميع الناس اللي كانوا متشوقين يسمعوا الحقيقة ديال هذا الخائن. هذا شوفوا باش نجيكم من الآخر، هذا راه من أكبر الخبائث، الدفتر الوسخ، هاد بو 70 وجه، هاد المنافق خاص الحقيقة ديالو يشوف الشعب المغربي كاملا، عامة الملكيين، الجمهوريين، اي واحد، كل شيء خاصو يعرف الحقيقه ديال هذا الخبيث، وخصوصا الدوله، خصوصا الحموشي والمنصوري اللي كيقول لك كيحترمهم، وخصوصا خصوصا خصوصا الملك محمد السادس اللي تيقول لك كيبايعوه. وعاد واحد الحاجه اخطر بكثير، هما الملكيين منين غيسمعوا اش كتقول اوليدي على الملكيين؟ هما الملكيين منين غيسمعوا اش كتقول يا وليدي؟ اش كتقول؟ هذا الشيء هذا كنوعدكم، عاونونا تانتوما، قولوا ليه يترجل، دره ديال الرجوله ويقبل التحدي. ياك هو خارج دائما، انا كنتحداكم، وتحدى راسك اليوم، تحدى راسك وقول يلا طلق زكريا داك الشيء اللي عندك. هذا انت دابا دير التحدي مع راسك وقول لي كنقبل، خرج داك الشيء اللي عندك. اذا الخوت كنتمنى تعاونونا، دفعوا هاد الخبيث، هاد السويرح، هاد الدفتر الوسخ، انه يترجل شويه ويجي يقول خرج. وانا كنوعدكم غادي نشوفوه، الا ما ترجلش ولا ما كان والو، كنوعدكم حتى هاد الشيء غادي يخرج في الصحافه الدوليه، لان هاد الشيء خطير وجد خطير. اذا هنا كنكون وصلنا عند نهايه الحلقه، كنعاود نقول لك انا ما كنخسرش معاك الهضره ولا داك الشيء، ولكن انا شطحتك. هذا زكريا الممني اللي كنتي كتقول عليه زكيكو زكيكو، وسهلا نخسروا الهضره، بقى نقول لك تحيفات تعقبه، هذه وسهله. انت اي سويرح، انت تحفه السويرح. انا كنقول لك انا شطحتك امام الشعب المغربي، خارج كتلوز احسن من الشيخ الطراك. وانا واحد الحاجه اللي عاد اكتشفتها هو الموهبه اللي عندك في الشطيحه صاحبي، كثر من البندير وكثر من التعريجه وكثر من الدربوكه، ويلي وداك الشيء كثر من الشيخ اطراكس. اذا ترجل قبل التحدي، قول لي ما كاين لا ولادي لا والو، خرج ونوريك اوليدي ونوريو للشعب المغربي الحقيقه ديالك. الى حين هذه اللحظه هذه راك من اكبر الواسعات، وهنا كنقول تحيه عاليه لجميع المغاربه الاحرار، ونشوفكم الحلقه المقبله. السلام عليكم، مع السلامه.